لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، فما بالنا بعد الخلق. نعم. وعلم ما يعلمون قبل أن يخلق. نعم ذكرنا هذا. وأمرهم بطاعته. الآن انتبه، يقول خلق الخلق وعلم مقادير الخلائق وما هم عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم وسمى العبد عبد وسماه مصلي وسماه صائم، صحيح؟ وسماه بر وسماه فاجر، صحيح أو لا؟ الصلاة والسلام، صحيح؟ إذن هذا معناه أن له قدرة وله اختيار وله فعل، وهذا الجمع بين نصوص الكتاب والسنة. تقول أن الله سبحانه خلق الخلق وأمدهم بالرزق وقدر لهم آجال وأمر ونهى، أمر ونهى، هذا دليل أن لهم إيش؟ اختيار. طيب، لأن الآن بعض الناس بالصلاة والسلام يشرب الخمر، ضربنا لكم مثل القديم، يشرب خمر وتقول يا أخي اتق الله، كيف مسلم تشرب الخمر؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء، قدر الله أن أشرب خمر، ماذا أصنع؟ إيش تصنع مع هذا؟ تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه، إذا أفاق من الإيمان وقال يا أخي ليش تضرب؟ قدر الله أضربك، ماذا أصنع؟ اقتنع أتركه، ما اقتنع اعطيه ثاني. نحن نقول هذا الكلام حتى إيش؟ تفهم لماذا تختار لنفسك طريق أهل الشقاء ولا تختار لنفسك طريق أهل السعادة؟ لماذا في الدنيا تختار لنفسك طريق الغنى وأحلى وظيفة وأحلى سيارة وأحلى زوجة وكل شيء؟ نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن أنت عليك أنك تعمل وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتحسن الظن في الله. رفع سارق الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، حد من حدود الله. فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أتلومن على شيء كتبه الله عليه؟ إنما سرقت بقضاء الله. قال له عمر أتلومن على شيء كتبه الله؟ قدر الله أن يقطع يدك، ماذا نصنع؟ فأجابه بنفس الحجة، أنت تختار لنفسك طريق أهل السعادة وتسعى لها، فأما من أعطى واتقى. نعم. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. مشيئته تنفذ، إذا للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، يعني لهم مشيئة ولهم اختيار ولهم قدرة، لكن تحت مشيئة الله النافذة. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن هنا ليس شرعي كوني. نعم. فما شاء لهم كان وما لم يشاء لهم. نعم. يهدي من يشاء ويعصمه ويعافي. يهدي، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية، يهدي من يشاء أي نعم، ويعصم ويعافي فضلا. إذن أنت تعمل، وهذا العمل الذي تعمل لا تستحق جزاء مقابل، إن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نحن لا نستطيع أن نلزم الله بشيء لأننا نحن عباد، هذا رب سبحانه وتعالى، صحيح؟ هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا لتغمدني الله برحمته. ونحن نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، الله لا يضيعنا ولا يمكن أن يعتقد غير هذا في الله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله ومن رحمته. معنا قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي
عدلا لا ظلما. إبليس اختار لنفسه وأقيمت عليه الحجة، فرعون اختار لنفسه وأقيمت عليه الحجة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هنا فضلا من الله سبحانه وتعالى، وهنا عدل لا ظلم. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بين فضله وعدله، نسأل الله من فضله. نعم. إذن الدين الإسلامي يا أخواننا هو دين مساواة، هذا كلام يراد به الكفر الذي يقول أن الدين الإسلام دين مساواة، هذا الكلام يراد به إيش؟ الكفر. الدين الإسلامي دين عدل ليس دين مساواة، لأنهم أرادوا أن يساووا بين مسلم والكافر، بين الرجل والمرأة في كل شيء. أي نعم، الدين الإسلامي دين عدل. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يوجد كلمة واحدة لا في كتاب ولا في سنة تقول أن الدين الإسلامي دين مساواة، وأرادوا بهذا المساواة بين الرافضة والسنة والكفار وأهل الإسلام والمرأة والرجل في كل الحقوق. نعم. وهو متعالٍ بين الأقدار والأبدان. هذا الكلام هو الموضع الثاني عند المؤلف، يقول أنه هذا الكلام يشرح كلام آخر. وحسن الظن، أظن ابن مانع عايش من باز رحمه الله جميع، يقول حسن الظن في المؤلف أن هذا ليس من كلام المؤلف، أنه بعض النسخ أضاف هذا الكلام. ينظر إلى هؤلاء أئمة السلف علماء السنة يدافع عن هذا الرجل، لماذا؟ بينه وبين قرابة؟ لا. على مذهبه؟ لا. لماذا؟ لأنه رجل من علماء أهل السنة ومعروف بالمعتقد وكذا، وقال هذا إما سبق قلم أو هذا مجمل من المؤلف. وإن قيل أن هذا الكلام قد أدخل في هذه الرسالة وليست من كلام، لكان له وجه. نعم. لا راد لفضائه. لا سعيد الكلام. وهو متعالي للأقدار والأبدان. متعالي الله سبحانه وتعالى، لا ليس هذا الموضع، موضع ثاني. تعالى الله سبحانه وتعالى، قلنا ليس كمثله شيء السميع البصير، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال في آخر الآية فلا تجعل الله أندهدا، الند الشبيه والنظير والمثيل. ونفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. لا رد لقضائه، تقدم معي. نعم. ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. نعم. ولا غالب لأمره. نعم. لماذا؟ لأن الآن يريد أن يرد على أن يقول أن العبد هو الذي يخلق أفعاله وله مشيئة لكن ليس تحت مشيئة الله. نعم. آمنا بذلك كله. قلنا القاعدة عندنا آمن تحت دين، آمنا وصدقنا وسلمنا وأيقنا أن كل من عنده. نعم.